بروح عالية وهمم تناطح السحاب، يواصل المنتخب اليمني الأولمبي معسكره التدريبي الأول في محافظة المهرة. أبناء اليمن السعيد حطت رحالهم هذه المرة على غير العادة في مدينة الغيطة على ملعب الشهيد مخبال. نشكر أبناء محافظة المهرة على كل ما حصلنا منهم من ود. طبعا الجهاز الفني يقوم بعمله على أكمل وجه من خلال التدريب اليومية صباحية ومسائية. الحمد لله رب العالمين، توفقنا في إقامة المعسكر في هذه المحافظة. تدريبات مكثفة واستعدادات متواصلة يقوم بها المنتخب الأولمبي، هدفها الأول محو الصورة السيئة التي ظهر بها المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المزدوجة الأخيرة. مجموعتنا الأولمبية هذه المرة ضمت منتخبي قطر وسوريا بالإضافة إلى سريلانكا في مواجهات لن تكون سهلة على الإطلاق على منتخبنا الوطني. بدأنا معسكر قبل حوالي 10 أيام، المعسكر يمشي بصورة جيدة. بدأنا المرحلة الأولى بحوالي 39 لاعب، تم تقليص العدد إلى 30 لاعب، والحمد لله الكل على وتيرة عالية. الأجواء هنا يعني أجواء ممتازة جدا. نشكر السلطة المحلية محافظة المهرة، نشكر المحافظ وكيل المحافظة للشباب، نشكر مدير مكتب الشباب، نشكر رئيس الفرع الاتحاد القدم الرياضيين في المهرة على تعاونهم على تسهيلهم لكثير من أمورنا داخل المعسكر. اتحاد الكرة أعطى المهمة للمدرب الوطني أمين السنيني، والذي أعلن بدوره قائمة أولية ضمت 40 لاعبا. اختبارات بدنية وأخرى فنية سيخضع لها اللاعبون قبيل اختيار القائمة النهائية المشاركة في التصفيات. مستوى متدني تعيشه الكرة اليمنية، فهل يكون المنتخب الأولمبي في الموعد لإسعاد جماهيره؟ أم أن الإخفاقات ستستمر إلى أجل غير مسمى؟